إسرائيل تجبر آلاف الغزيين على النزوح من الشمال ومدينة غزة نحو جنوب القطاع. الشمال يسكنه نحو مليون فلسطيني، وفي مدينة غزة الأقرب إلى الوسط يسكن نحو 600,000. الآلاف منهم كانوا يحتمون من القصف في المستشفيات كالأندونيسي والرنتيسي والشفاء. احنا حاليا متواجدين في داخل مستشفى الرنتيسي. المستشفى محاصر من قبل الدبابات الإسرائيلية بكل النواحي وبكل الاتجاهات. إسرائيل أعلنت إنشاء ممر قالت إنه آمن عبر شارع صلاح الدين الذي يمتد على طول القطاع، وطلبت المغادرة للجنوب عبره. الدعوة الإسرائيلية هذه لم تلقى استجابة واسعة في الساعات الأولى من نهار الجمعة حسب وسائل إعلام. أعلن كثيرون في منشورات على مواقع التواصل أنهم لم يغادروا وأطلقوا هاشتاج مش طالعين. وزارة الداخلية في غزة طلبت عدم الاستجابة للدعوة الإسرائيلية وقالت إنها حرب نفسية، وتعهدت بدعم صمود الغزيين. وتحت وطأة القصف وإطلاق النار، الدبابات المتمركزة في أماكن عدة في شمال القطاع ومدينة غزة وحول المستشفيات أجبرت الآلاف على المغادرة نحو الجنوب حاملين رايات بيضاء أثناء سيرهم. ضربوا ما بسطاش، ضربوا ما بسطاش، بنزل براميل جاي الطيارة لما تضرب تعرف مين بضرب، بس تضرب نازحين. حسبي الله ونعم الوكيل. أماكن كثيرة في شمال القطاع ومدينة غزة أصبحت فارغة، حتى الصحفيون الذين ينقلون الأخبار من هناك نزح كثير منهم نحو الجنوب. الأونروا ووكالات دولية أخرى حذرت مرارا من مخاطر النزوح هذا، وقالت إنه غير ممكن وينذر بكارثة إنسانية في الجنوب، حيث لا مكان للنازحين ولا خدمات، إذ يعتبر قطاع غزة بأكمله في حالته الطبيعية الأكثر اكتظاظاً في العالم.